آخر المستجدات هو بدء الجلسة ب 241 نائب، بدء التصويت على بعض فقرات المادة 14، لكن التوقف بسبب الخلاف على عدد من الفقرات. اجتماعات كانت طويلة جدا، مباحثات كانت لأوقات طويلة، تأخرت الجلسة لساعات، لكن لربما وكما عكست هذه الخلافات صورة على أنها مستمرة ولم تصل القوى السياسية إلى نقاط للتوافق فيما يخص هذه الفقرات المختلف عليها. أيضا كانت هنالك فقرات مختلف عليها لكن تم تمشيتها، لكن إلى الآن هنالك فقرات أخرى ستصلنا المعلومات بعد قليل عنها بشكل مفصل. الخلاف إلى الآن كما ذكرت قائم، ولا توجد أي مستجدات فيما يخص حل الخلافات وحل حالة الخلافات. كان من المفترض أن يستمر المجلس في حال كان هنالك اتفاق في التصويت على باقي الفقرات ومن ثم التصويت على المادة بشكل كامل.